للمعاناة في تعز أوجه متعددة، لكنها وعلى كثرتها يبرز وجه جديد هذه المرة، قادم من صفوف الشرعية ذاتها. التلاعب والفساد في ملف الإغاثة والمساعدات الإنسانية بلغ حدا يصعب السكوت عنه. ترشق إعلامي وتبادل اتهامات وبيانات رسمية تتحدث عن اختفاء 600 ألف سلة غذائية من نصيب محافظة تعز. يتساءل الجميع عن مصير 600 ألف سلة غذائية سلمت من مركز الملك سلمان لعدد من المنظمات لكنها لم تصل إلى المستحقين. يقول المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة إن عدد السلل الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان لتعز أكثر من 870 ألف سلة، فيما أعلن عن وصول 200 ألف سلة فقط، فإن ذهبت ثلث السلال المفقودة. تساؤلات عن الجهات التي سلمت لهم تلك الكميات ومقدار ما تسلمته وتاريخ التسليم من أجل التحقق من وصولها وأين ذهبت، لتأتي الإجابة من الوزير عبد الرقيب فتح رئيس اللجنة العليا للإغاثة في تصريح له يقول: الجهات التي استلمت إغاثة تعز منذ بداية الحرب هي برنامج الغذاء العالمي وإتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز والمنسقية الرباعية وإتلاف الخير حضرموت ومؤسسة إنجاز والبادية. يقول أيضا إن اللجنة العليا للإغاثة لا تستلم إغاثة عينية وليس لديها ولا تستلم إغاثة مالية وليس لديها حسابات بنكية، لكن هذا لا يعفيه من موقعه كرئيس للجنة الإغاثة والمسؤول الأول عما يحدث من تلاعب في ملف الإغاثة من معرفة مصير السلال المفقودة. 600 ألف سلة غذائية تذهب أدراج الرياح. يقول بعض المحتجين إن هذا جزء مما وثق من هذه السلال، أما ما نهب حقيقة وبجوانب غذائية مختلفة فإن الحقيقة لو كشفت ستكون صادمة.